استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير مايكل أمير منطقة كنت بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بصاحب السمو الملكي أمير منطقة كنت بالمملكة المتحدة الصديقة، وقد أثنى معاليه على علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوها بما تشهده تلك العلاقات من تطور في مختلف المجالات خاصة في مجال التعاون العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.